يقال إن الحظ لا يأتي للجالسين في أماكنهم، وإن الرزق مربوط بالسعي في مناكبها، لكن هذه الحكمة لا تنطبق على شاب أمريكي سعيد الحظ أو ربما فائق الحظ. فبينما هو جالس على أريكته تلقى اتصالا ليخبره بأنه ربح مليارا ونصف المليار دولار أمريكي. الشاب المجهول الاسم من ولاية فلوريدا الأمريكية اشترى تذكرتي نصيب بدولارين فقط، وكان احتمال فوزه واحدا من نحو 300 مليون، وهي نسبة أدنى بكثير من احتمال التعرض لصاعقة البالغ 1 في المليون، لكن الحظ اختاره من بين ملايين المشاركين. وهنا يجدر القول بأن الشاب لن يستيقظ غدا ليجد رسالة نصية مفادها لقد تم تحويل مبلغ 1.5 مليار في حسابك. فالأمور لا تسير على هذا النحو في تلك الجائزة، لكنه أمامه خيارين: الأول الحصول على حوالي 783 مليون دولار نقدا، أي ما يعادل نصف الجائزة دفعة واحدة، والثاني أخذ المبلغ كاملا وهو 1.5 مليار على دفعات سنوية على مدى 30 عاما. وعادة يفضل أغلب الفائزين الحصول على نصف الجائزة دفعة واحدة. ماذا عنكم؟ لو كسبتم في هذا السحب، هل تأخذون نصف المبلغ على الفور أم المبلغ كاملا مقسطا على 30 عاما؟